اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الدكتور محمد فؤاد حبيب، رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا. يمكن اللقاء ده اتاخر شويه. ربنا يخليك، مبروك على البرنامج ومبروك على الاستوديو الجميل ده. حضرتك منورنا ومشرفنا. شكرا جزيلا حضرتك. دكتور، الجمباز لعبه انا بحبها قوي الحقيقه، وكتير من عشاق الرياضه بيعشقوا هذه اللعبه، وفي كتير ما يعرفوش النادي الاهلي عنده جمباز، ويعرفوا ما يعرفوش النادي الاهلي في حجم انفاق كبير على اللعبه دي. كلمنا دكتور عن الاستراكشر او الهيكل التنظيم كله للجمباز، سواء الاكاديميات، الفرق، عدد اللاعبين، يعني كلمنا زي ما بيقولوا ايه، مراجعه سريعه للعبه وتعريف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني رياضه الجمباز في النادي الاهلي هي يعني مرت بمراحل كتيره، وهي من بدايه التسعينات موجوده، يعني دلوقتي قاربت على 30 سنه. وقبل كده في فترة الخمسينات كان النادي الأهلي عنده تاريخ واستمر لحد الستينات، ثم توقف وعاد في بداية التسعينات ومستمر لحد دلوقتي. طبعا لما ابتدى الجمباز في النادي الأهلي كان بادئ بمراحل صغيرة في الناشئين، أطفال صغيرين. احنا النهاردة عندنا جميع المراحل السنية اللي بتبدأ من الست سنين مرورا بكل الأعمار حتى الدرجة الأولى، بنين وبنات. ما شاء الله. عندنا دلوقتي 24 فريق، عندنا ما يقرب من 300 لاعب بنين وبنات بيمثلونا في كل المراحل. قدمنا للمنتخبات القومية على مدار سنين طويلة فاتت لاعبين كتير. لكن زي ما حضرتك بتقول اعلاميا يمكن يعني شوية، لكن قناة الاهلي ده دورنا دكتور. والحقيقة انا عارف ان في حجم شغل بيبذل كبير جدا في الجمباز، واحنا عملنا كمان تقرير حتى عن الجمباز، وعملنا عن تاريخه وعن انجازاته وعن انجازات لاعبينه الحاليين. نشوف التقرير ده ونرجع لحضرتك. اعزائي المشاهدين نتفرج على التقرير ده ونشوف الجمباز قدم ايه لمصر، وارجع لحضرتك تاني. أبطال وبطلات الجمباز في القلعة الحمراء العديد من الإنجازات والأرقام رغم توقف النشاط الرياضي لعدة أشهر نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن ذلك لم يمنع نسور النادي الأهلي من حصد العديد من الميداليات على الصعيد المحلي والقاري، بعدما تمكن فريق الدرجة الثانية رجال بالنادي من الفوز ببطولة الجمهورية وبطولة الفرد العام وفرد الأجهزة لموسم 2019-2020. وعلى صعيد منافسات الناشئين والناشئات، يكفي أن نقول إن نسور النادي الأهلي حجزوا مقاعدهم على منصات التتويج لتقلد المعدن النفيس عقب الفوز بالمركز الأول في 148 مناسبة في بطولة الجمهورية بدرجتيها الأولى والثانية، بخلاف العديد من الميداليات الأخرى الفضية والبرونزية. لم تتوقف إنجازات قطاع الجمباز على المستوى المحلي، فقد نجح نسور الجمباز في التحليق عاليا على الصعيدين القاري والعالمي. فاللاعبة فرح سيد محمود مرسي شاركت في بطولة العالم بألمانيا في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الإصابة حرمتها من مواصلة مشوارها واكتفت بالمشاركة في البطولة، وكانت قد نجحت في التتويج العديد من الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب صيف 2019، وحققت ذهبية الفرق عام وفضية الفرد سيدات، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في حصان القفز سيدات. وصارت ندى عبد الرحمن على ضرب زميلتها فرح سيد بحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية التي أقيمت بتونس، بعدما حققت ذهبية الفرق عام وبرونزية الفرد عام وذهبية عارضة التوازن، فيما نجح عبد الرحمن محمد رضا في اقتناص الميدالية الذهبية في الفرق ضمن منافسات البطولة العربية بتونس. نسور جمباز النادي الأهلي سجلوا حضورهم في بطولة دورة البحر المتوسط والتي أقيمت في إيطاليا، والتي شهدت تتويج محمد مختار مرسي ببرونزية الفرق، ليواصل أبطال قطاع الجمباز في القلعة الحمراء كتابة سطر جديد من سطور التفوق الرياضي محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما يعكس مدى اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالنشاط الرياضي وكافة الألعاب الفردية والجماعية وجلب أحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية
لتجهيز الأبطال لرفع راية الوطن في المحافل الدولية. اهلا بحضراتكم من جديد دكتور محمد. يمكن اجي لحضرتك 300 لاعب ولاعيبه، حجم جهد مبذول من 6 سنوات، يمكن بيبتدوا بدري، يعني بالتالي التقييد ده استعرض شويه من المجهود اللي بيبذل يا كابتن. هو طبعا حضرتك بتقول من 6 سنوات بيبتدوا، بس هم بيبتدوا بطولات، معنى كده ان احنا بنختارهم من عند 4 سنوات كمان، 4 سنوات، فده عشان تجهزهم وتعدهم لان هم يلعبوا اول بطوله يشاركوا فيها في عمر 6 سنوات، بتكون عمليه في منتهى الصعوبه لان المرحله السنيه دي بقى لها ظروف وقدرات خاصه تحتاج الى تعامل مختلف خالص عن بقيه الاعمار السنيه اللي بعد كده. صحيح يا دكتور. وعشان كده احنا لما بنيجي نشكل الجهاز بتاعنا بنجيب لكل مرحله سنيه الناس المتخصصه في هذه المرحله. دكتور حضرتك يعني اكاديمي كبير جدا، حضرتك كنت عميد طبعا كليه التربيه الرياضيه الهرم، وحضرتك راجل اكاديمي، جامع الاكاديميه وجامع الاكاديميه، يعني الجزء الاكاديمي والجزء الفني، فطبعا ده حاجه جميله جدا جدا واكيد ده بيساعدك في مجالك. يعني هو طبعا لان التدريب دلوقتي حضرتك عارف في كل الالعاب اصبح العلم هو سيد الموقف بالنسبه للتدريب. صحيح. شغل اللي يعني طبعا بجانب العلم بيكملوا الخبره، لكن في الاصل لما تيجي تفكر او تخطط لاي فريق في اي لعبه العلم. لازم تستعين. صحيح. بالعلم، والعلم بيسهل لك العملية لأنك ما بتقعش في أخطاء ناتجة عن العشوائية أو المحاولة والخطأ، وبالتالي النتيجة بتكون مرضية وكويسة. النادي الأهلي ما ينفعش يكون فيه غير استخدام العلم في التدريب. طب قول لي يا دكتور، يعني أنتم يعني مين يعني برضه للسادة المشاهدين لازم تبقى عارف مين أكبر المنافسين لينا؟ مين الأندية اللي عندها نفس الكلام وبتدي لبومباز مساحة كبيرة؟ مين الأندية اللي في مصر؟ هو إحنا في مجموعة من الأندية بتتنافس مع بعضها، وبرضو عندهم اجهزه فنيه كويسه وبيبذلوا مجهود، نادي الصيد، نادي وادي دجله، نادي سبورتنج، نادي سموحه، نادي الزهور، يعني في انديه كتير. تالي وادي دجله يعني في الفتره اللي فاتت استقطب لاعبين كتير كويسين، يمكن وادي دجله بيهتم اكتر بالالعاب الفرديه شويه، هل ده صحيح في الجمهور؟ هو فعلا وادي دجله بيقدر النظام عنده بيسمح بانه يستقطب لاعبين. احنا في النادي الاهلي عشان حضرتك تبقى عارف كل اللي حضرتك شفتهم دول او الموجودين هم اعضاء عاملين فقط، غير مسموح لنا ان احنا نستعين. ما عندكش قاعده كبيره، هي قاعده لان انت دي نشاط بي معمول لخدمه اعضاء النادي، وبالتالي شفنا حتى يعني ما شاء الله مجلس الاداره برئاسه كابتن طبعا محمود الخطيب وهو بيفتتح الصاله المغطاه، يعني يمكن بنيه تحتيه مهمه جدا تساعد حضرتك. الحقيقه طبعا هو مجلس اداره مشكوره من ساعه ما جه بعد الانتخابات، كان واضحين جدا في ان هم شافوا طلباتنا ايه، نانوم الصاله وصلت لمرحله من حيث الاجهزه، طبعا في عمر افتراضي للاجهزه طبعا وفي تطور في الاجهزه، فهم يعني قرروا ايه لقطات من الصاله الجديده كابتن؟ قرروا تطوير شامل لكل شيء، حتى يعني الاجهزه كل شيء حصل فيه تطوير، يعني اللي انت حضرتك شايفه في الافتتاح ده البساط، كل البساط، كل يعني شيء موجود جديد، والحاجات دي كلها جديدة. طبعا الحاجات دي مكلفه جدا. بملايين كتيره جدا، لكن مجلس الاداره الحقيقه طبعا كلها اجهزه مستورده، مجلس اداره ما بخلش باي حاجه، بل بالعكس هم قالوا شوف طلبات الجمباز ايه على اعلى مستوى، وعايزين نعمل صاله تليق باسم النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي لما بيعمل حاجه لازم يعملها بشكل مميز جدا، وفعلا حتى لما قدمنا الطلبات بتاعتنا ومقدرين التكلفه العاليه وجدنا كل الامور ميسره ان الحاجات دي تيجي وتتعمل بالشكل ده، والحمد لله احنا نمتلك صاله حاليا في النادي الاهلي يعني تعتبر من احسن الصالات، يمكن مش في مصر بس، يمكن في افريقيا كمان. خلينا نوضح للساده المشاهدين يا دكتور كمان ان الصاله دي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني ما فيش صالات اخرى في الفروع الثانيه، ولكن الصاله الكبيره دي وبتستوعب اللاعبين دي موجوده في الجزيره، وكل اللاعبين بييجوا يتمرنوا في هو فعلا في الصاله الاصليه دلوقتي موجوده في مقر الجزيره، لكن في تحت الانشاء حاليا صاله ثانيه جديده في أهل الشيخ زايد. ممتاز. إن شاء الله في بداية العام يعني شهور قريبة ويتم افتتاحها، برضو بتعمل على أعلى مستوى زي الصالة دي ما شاء الله تبقى زي دي نفس المواصفات، بس كمان يمكن المواصفات هتبقى أحدث وأعلى لأن كل يوم في جديد في الأجهزة طبعًا. فإن شاء الله برضو هو يعني النادي الأهلي مش متأخر خالص على الفروع،
وجاري برضو دراسة أهل مدينة نصر من حيث توفير المكان وما إلى ذلك، ودي تكلفة عالية جدا. لكن النادي الأهلي خبر جميل، احنا سعداء بيه جدا كالأبطال، ان طبعا مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في صدد إنشاء فرع أو صالة في الشيخ زايد تحت الإنشاء، وحضرتك بتقول خلاص شهور قليلة وهتتفتح، وأيضا نفس الكلام في مدينة نصر بيتم تجهيز صالة كمان، دي حاجة كويسة جدا. أهل الشيخ زايد جاري حاليا شراء الأجهزة خلاص، لأن الصالة تقريبا خلصت خلصت وإن شاء الله تتعمل على أعلى مستوى، وطبعا يعني هتوسع معاك القاعدة، خلي بالك يا كابتن. ما هو دي الميزة بقى في عملية الاختيار، حضرتك لما بتيجي تختار للفريق الأولاني اللي هو تحت 6 سنين في البنات ده مثلا، لو بتختار من 50 مش زي 500. صحيح. فالقاعدة لما بتكبر هتدي فرصة طبعا أكتر، وفي نفس الوقت بتقدم خدمة للأعضاء. صحيح. يعني أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زايد بيلحوا علينا دايما في الموضوع ده، وعايزين الحقيقة مجلس الإدارة ما بيخلش أبدا في تلبية احتياجات نشاط الجمباز، ودايما هم بيدعمونا وبيقولوا لنا شوفوا طلباتكم إيه واللي أنتم عايزينه إيه. وطبعا إدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتن رؤوف نفس الكلام بتساندنا بقوه جامده جدا، وتسهل لنا كل العقبات اللي بنواجهها، لان شيء طبيعي انك طبيعي طبعا عندك طبيعي احتياجات طبيعي وعقبات وما الى ذلك. طب قول لي يا دكتور، يمكن خلينا نعرف الساده المشاهدين مين ابرز اللاعبين وابرز النتائج اللي حصلت في تاريخ الجمباز النادي الاهلي. هو طبعا على مر التاريخ في لعيبه كتير قدامى وجدد، وزي ما قلت لحضرتك هم دايما النادي الاهلي مساله المنتخبات دي ده شيء طبيعي. صحيح. يعني ان لاعبين من النادي الاهلي يدخلوا في المنتخبات ده يعني شيء بديهي طبيعي وبديهي. احنا في الجيل الجديد طبعا عندنا مجموعه من اللاعبين زي في التقرير ما قال فرح سيد ونادى عبد الرحمن عبد الرحمن محمد، وعندنا محمد مختار، وفي لاعبين جايين بعد كده. يعني انت تستكمل اللاعبين، وخلي بالك يعني منتخب مثلا الجمباز اللي بيلعب الحالي الفريق مثلا ما هوش كبير، يعني انت لما يبقى عندك مثلا 2 لاعبين من 5 فانت كده بتمثل 40% من قوام يعني مش بالعدد لو دخل بالظبط كده. صحيح. وما بتوصل انك تجهز لاعب انه يدخل للمنتخب صعبه جدا في الجمباز، ده عايز مواصفات خاصه في اعداد هذا اللاعب. صحيح. وبتاخده بقى من بدري جدا، يعني مش مستنيه لما يوصل الدرجه الاولى وتهتم، لا انت دلوقتي في اللاعبين اللي عندهم 6 سنين و7 سنوات بتبتدي تحط عينك وتركز وتنشن وتقول عندي لاعبين مميزين يمكن ان انا اعتمد اعدادهم لفوق. صح. وفي اختياراتنا كمان بندقق جدا في الاختيارات عشان اللاعبين واللاعبات اللي نختارهم يقدروا يمشوا بسلاسه في السلم اللي ماشي فيه جميع المراحل، لانك لو اخترت خطا ممكن البنت او الولد تمشي 2 3 سنين وتوقف، ضاع جهدك ووقتك وتكلفتك. صحيح. لكن احنا بنركز جدا ان كل اللاعبين ناخدهم في مواصفات تقدر توصلهم. صحيح. المواهب بتظهر لك اكتر، تبتدي تحط عينك على اللاعبين، وان شاء الله عندنا لاعبين كمان قادمين جايين في المنتخبات في المشاركات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله. انا عايز اعرف من ده من حضرتك، وعايز اعرف كمان المواصفات اللي حضرتك بتختار بيها اللاعب بعينك كده، بعين الفني المختص، لو شفت حد عنده 4 سنين تقول ده لا ينفع لا ما ينفعش، ولكن خلينا اعرف رد حضرتك ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستأنف حوارنا مع الكابتن محمد فؤاد حبيب طبعا رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيس جهاز جمباز بالنادي الاهلي وعميد الكليه التربيه الرياضيه بالهرم السابق. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المواصفات، مواصفات اللاعب اللي حضرتك بتشوفه عنده 4 سنين 3 سنين بتقول لا ده ينفع لا ده ما ينفعش. احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنستخدم اسلوب علمي، فالعلم حدد مواصفات الولد او البنت اللي ينفع يلعب جمباز. تمام. وحددها في شقين، الشق الاولاني مرتبط بالقوام، جسمه من حيث مقاييس جسمه، طول دراعه، طول رجله، عرض كتفه، عرض الحوض، قطر فخده، طوله، وزنه، دي مقاييس. تمام. لازم حضرتك تستعين بيها في البداية. اختيارك. تمام. نمرة 2 مرتبط برضو بالقوام، مشكلة الانحرافات القوامية، الأخطاء اللي في القوام، لأن القوام لازم يكون صحيح سليم من حيث التركيب. صحيح. ففي بعض الانحرافات اللي بتجيلك أو تظهر في القوام تخليه ما ينفعش يلعب جمباز. مثال لو عنده تقوس في الرجلين، وبيبقى في السن ده كتير. طبعا. لو عنده فلات فوت، لو عنده تقوس زايد في العمود الفقري، لو عنده مد زايد في الكوع، كل دي عيوب ليها ارتباط بالجانب الفني. يعني العيب ده اذا لعبت بيه جمباز
هتتعرض لنوعية إصابات 1 2 3 4. الله يا دكتور. فأنت بتيجي تختار قوام ليه مقاسات معينة بمواصفات وتتأكد أنه سليم من الأخطاء والعيوب اللي موجودة اللي ممكن تعمل لك مشاكل أثناء التدريب وإصابات مزمنة. طب دكتور الأب والأم حضرتك لما بتشوفهم مثلا هل ده بيديك إنديكيشن الولد في المستقبل ممكن يبقى جسمه إزاي؟ ده مؤكد لأن أنت النمط الوراثي بيبقى ليه دور مرتبط بالسمنة مرتبط بالطول. يعني في أولاد بتيجي وهو في سن ال4 سنين بيبقى أطول من أقرانه أطول من العادي. لو شفت باباه أو مامته تلاقيه أطول من العادي. توقع إن ده في المستقبل هيكون لاعب أطول من احتياجك في الجمباز. صحيح. فبالتالي أنت في مشكلة هنا في مسألة الطول. أنت بتدقق في تفاصيل أقول لك مثلا في تفصيلة صغيرة إحنا بندقق فيها ما حدش بياخد باله منها خالص. هي يا دكتور؟ إن في بعض الولاد عندهم الخلايا بتاعة العرق في الإيدين كتيرة. فتيجي تسلم على الولد تلاقي ايده عرقانه ما عرفش يقبض على بعد كده لما يجي يمسك اي حاجه نسبه العرق دي تعمل له فقد في الاحتكاك بالجهاز يقع. تعرف ان الموضوع ده بيستبعد حتى يعني ممكن حد يكون ده العرق الايدين ده يستبعده من مثلا من تاديه الخدمه العسكريه لان ده حاجه يعني ملاحظه في محلها. فعشان كده احنا بنتابع الولاد بقى يعني بكلمك دلوقتي القوام ثم سلامته بعدين تدخل بقى في القدرات بعد كده كيف يتحرك هذا القوام ما هي قدرات هذا القوام قدراته البدنية وقدراته الحركية. البدنية اللي هي مرتبطة باللياقة البدنية يعني سرعته ايه توافقه ايه. طبعا اهم صفة عندنا التوافق والتوافق ده عبارة عن قدرة الولد او البنت انه يتحكم في تحريك اجزاء جسمه ودي مرتبطة بالجهاز العصبي من المخ وليها جانب وراثي كبير جدا. صحيح. فلو الولد مش قادر وليها اختبارات بنعملها انا كل اللي بحكيه لك ده هحوله لك الاختبارات بعد كده. الجمال ده دكتور والله العظيم ايه الجمال ده يعني المواصفات اللي بقولها لك بتاعت المقاييس ثم الانحرافات القواميه كل دي اختبارات وبعدين اللياقه البدنيه ليها اختبارات ثم القدرات الحركيه ليها اختبارات وتحط لك ارقام ده ينفع ده ما ينفع ارقام تحول المساله الى ارقام بعد كده تشوف مين ينفع مين ما ينفعش وتدي لك كمان فرصة انك لما تيجي تدرب الولاد اللي انت اخترتهم يبقى عندك خريطة. صحيح. هو ضعيف في ايه السرعة عنده عاملة ايه المرونة عنده عاملة ايه لازم ده عنده سرعة قليلة اديله سرعة شوية يبقى مرتبط بالبرنامج اللي حضرتك هتيجي تدهوله. ايه الجمال ده دكتور. فانت بتختار في ضوء عملية يعني قد تبدو كده للناس انها عملية معقدة وما الى ذلك وقت طويل جدا منك لكن هي في النهاية انت بتدقق جدا لان حضرتك اللاعب اللي هتاخده ده هتبذل معاه جهد كبير هيتكلف عليه صرف هيمثل النادي الاهلي وانت عايزه يعمل احسن نتيجة ممكنة وبالتالي وبالتبعية بس منتخب مصر لو ادى كويس بالظبط كده انت عايز توصله لاعلى مستوى. صحيح. فلازم حضرتك تدقق جدا في الاختيار وتستخدم الاسلوب العلمي وتستخدم مجموعه الاختبارات دي وتشتغل ببرامج مقننه مظبوطه لكل مرحله سنيه تقدر تمشي باللعب. طب قبل اللاعبين بقى ما نختارهم في المقاييس دي بنجمع الولاد او البنات اللي عندهم المرحله السنيه دي ونجهزهم في برنامج من 6 ل8 شهور حسب ظروف الموسم قبل عمليه الايه الاختبارات. تمام. يخضعوا لهذا البرنامج في كل المواصفات اللي احنا عايزين نديها للولاد والبنات في السن ده تؤهلهم ان هم يخشوا في الاختبارات زي معسكر كده بتعيب معسكر اعداد بتعدي اللاعبين قبل ما يخشوا قبل ما يخش الاجهزه بقى والتمرينات اللي احنا شايفينها بالظبط كده فانت بتعده وبعدين عملت عمليه اختيار من عمليه الاختيار دي خدت مجموعه هم دول الفريق اللي هيمثل النادي الاهلي صفوه تخضعوا صفوه طبعا تخضعوا بعد كده لبرنامج تدريبي يؤهله لحاجتين بطولة انه يشترك في البطولة وانه تبني عنده الاساس البدني والحركي اللي يخليه يستمر في الجمباز لان لو دربته على البطولة بس يبقى انت فقدت اكتر من 50% من اعداد اللاعب انت باصص لقدام بالظبط كده مش باصص بس انه ياخد بطولة وخلاص عشان كده المدربين احيانا بتستعجل جدا انه يجي يشوف الحركات المطلوبة للبطولة ويقعد قايم نايم عليها ويشتغل. أنا جاي لحضرتك بقى في حتة يا دكتور. فضل. مرة وأنا بتمرن في جيم شفت ولد بيلعب جمباز مع مدربه شايل وزن 10 كيلو والولد فاتح حوض وعمال يعيط لدرجة إن أنا رحت
احتديت على المدرب، قلت له حرام عليك الولد، والولد عمال يعيط، قال لي لا انت حضرتك ما تعرفش تمارين الجمباز، حضرتك بتؤمن بطريقة دي في التدريب ولا لا؟ شوف، هو في الجمباز لازم تتعامل بالاحمال التدريبيه المناسبه للمرحله السنيه. يعني انت حضرتك دلوقتي بتجيب طفل عنده 5 سنين، ده قدراته قد ايه؟ لازم تبقى عارفها كويس جدا، والعلم بيقول لك هي ايه، وحضرتك تختار ليها اللي يناسبه عشان تحقق النتيجه بدون مشاكل. صح. وهقول لحضرتك، بعض المدربين بتستخدم اسلوب الاحمال العاليه. اولا طبعا في المرحله السنيه دي كلها علميا ممنوع تستخدم احمال وشدات عاليه، ممنوع، ممنوع تماما، ممنوع. اللي بيحصل لبعض المدربين بتلجا الى هذه الشدات العاليه للحصول على نتيجه سريعه، لانك تحت ضغط البطوله انت عايز تحقق نتيجه، فتدي جرعات تدريبيه كبيره مش مناسبه لسنه، مش مناسبه، يكون لها اثار جانبيه تاثر على اللاعب حتى في عمره التدريبي. العمر التدريبي ده اللي هو عمليه استمرار اللاعب في التدريب مرتبطه بالاحمال التدريبيه اللي حضرتك بتديها له وهو صغير. في كتير من الولاد والبنات اللي بتتعرض لاحمال تدريبيه وهي صغيره ممكن تجيب نتيجه سريعه، بس عند سن ال 10 سنين 11 سنه يتوقف، لان الاصابات زادت لدرجه انه مش قادر يشتغل، ممكن احنا نفسيا يكره اللعبه يا دكتور. عشان كده حضرتك بتحط في برنامجك التدريبي للاطفال الصغيرين اللي انت اخترتهم ان مش المكسب هو اول هدف عندك، لا الله. صح، ما ينفعش تحط ده التارجت الاساسي الاولي، لا، بناء اللاعب هو الاساس، تبني اللاعب من الناحيه النفسيه، من الناحيه التربويه، من الناحيه السلوكيه. حب الجمباز ده لازم تمشي في سكه انك توصله للاعب عشان الولد يستمر معاك في اللعب. ايه اللي هيخليه يجي لو ما بيحبش اللعبه اللي حضرتك بقى بتقول عليه، اللي بيحط له اثقال وبيضغط عليه وبتاع، جامد، اذا تحمل مره 2 3 لن يستطيع انه يستمر. عشان كده احنا بنقول للمدربين اللي بتشتغل في المراحل الصغيره، ما تفكرش في مساله المكسب والخساره دلوقتي بدري قوي، دي هتيجي بعد كده، انما فكر في الاعداد الجيد للاعب من كل العناصر. يعني ما تهتمش بالبدني بس، ما تهتمش بالمهاري بس، كمان النفسي لازم يبقى، لان لاعب الجمباز ليه مواصفات نفسيه معينه لازم تزرعها فيه وتنميها له عشان يقدر يتحمل ضغط اللعبه. يا خبر ابيض، لعبه فرديه تتطلب ان اللاعب ما معهوش حد. حضرتك طبعا في الالعاب الجماعيه اللاعبين بتسند بعضها شويه، انما في الجمباز اللاعب منه للجهاز فقط، مفيش حد تاني معاه، والخطا مكلف جدا بالنسبه له من ناحيه السلامه والصحه. يعني ممكن انت حياته العاديه، حياته البني ادم الشخصيه تتاثر، يعني في حياته العاديه اليوميه تتاثر. انت حضرتك في الباسكت لو شطت الكره غلط ما دخلتش، خسرت نقطتين او ثلاثه وهروح وخلاص. انما الجمباز لو اللعيب اخطا في اداء مهاره واخطا في اداء نهايه ممكن يتكسر، ممكن يفقد حياته كمان، يعني الشر، يعني بعد الشر ويحفظ جميع اللاعبين. يعني عايز اقول لك خطر جدا، ان اللعبه طبعا عوامل الامان والسلامه دي من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 اللي بنراعيها في التدريب واللي بننبه عليها المدربين، وممنوع ان المدرب يعمل اي حركه فيها ريسك على مخاطره او ريسك مش محسوب. انت مش عايز اقول هي مخاطره، انما هي انت بتحط اللاعب في موقف تدريبي مقنن من ناحيه الامان والسلامه ومن ناحيه قدرات اللاعب، لانك بتختار المهارات اللي تبقى مناسبه للاعب. صحيح. وتختار التوقيت المناسب اللي تعلم فيه هذه المهارات. تمام. يعني تعده ليها وتوفر له البيئه التدريبيه الامنه بسهوله. بالظبط كده، البيئة التدريبية الآمنة اللي تحافظ بيها على إن اللاعب يخرج بخبرة نجاح توصله إنه يعمل المهارة. طب أنت عندك مهارات تانية، طيب أنت لو جيت في أول مهارة وأخطأت في التوليفة دي واللاعب اتخبط في الجهاز، اتصاب، كرهت في الدنيا، خسرت اللاعب، خسرت سنه صغير. فعشان كده المسألة دايما تبقى يعني ليها إعداد وضوابط كتيرة في عملية التدريب مع كل مرحله سنيه. ده في ميزه يا دكتور في حضرتك وكلام حضرتك، ان حضرتك جامع شقين، يعني العلمي والعلم لما يتكلم، وفي ناحيه ثانيه برضو الشق اللي هو الخبره والتدريب والفني اللي حضرتك اكتسبته على مدار تاريخك الحقيقه. وانا مستمتع جدا بالحوار، مستمتع جدا، بس خلينا نروح بقى لحضرتك، هنسيب بقى الاختيارات والاعداد والكلام، موضوع كبير جدا يعني الحقيقه، يعني لا يعني فعلا في مجهود كبير بيبذل. خلينا نروح للاعبين الكبار اللي عندنا دلوقتي، او ابرز الاسامي اللي موجوده دلوقتي، وتوقعاتك لحضرتك ليهم، خاصه عندنا لاعبه احتمال او المرشحه ان هي تروح اولمبياد طوكيو. اتفضل.
طبعا زي ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا لحد الدرجه الاولى، والدرجه الاولى دي يعني ليها مواصفات خاصه بقى في التدريب، كل اللي انا بكلمك عليه ده كنا بنتكلم في اللي تحت بقى والناشئين وما الى ذلك وبناء اللعب، انما في بنطلع بقى فوق في احمال عاليه وفي شدات عاليه وفي يعني ساعات تدريبيه كتيره وفي خلاص المساله يعني احترافيه، انت بتختار طريقه التدريب اللي بتناسب المرحله السنيه، فدول فئه ليهم عمليه اعداد. بس بالمناسبه طبعا ان دايما بتصادفنا مشاكل في المرحله دي، يا ثانويه عامه بيبقى نظام التعليم والدراسه، يا اما نظام الدراسه الجامعيه، لكن احنا بنتغلب غالبا على الحاجات دي بان احنا نحط مواعيد مختلفه للاعبين، تقدر اللي عنده الصبح فاضي يجي، اللي عنده بعد الظهر فاضي يجي، والمدربين هي اللي ممتاز. بتتغير حسب الظروف نساعد اللعبة. فطبعا انت بقى بتحط بقى البرنامج، يعني ممكن تلاقي الفريق مش لازم كلهم يتجمعوا مع بعض، لان في منهم ناس في الثانويه العامه وفي منهم ناس صحيح. في الجامعه وفي ده عنده دروس، فتبص تلاقي، وعشان هي لعبه فرديه فكل واحد عنده البرنامج بتاعه والحركات بتاعته والتدريب بتاعه، والمدرب عارفها، ممكن هو يجي الصبح مع المدرب بتاعه يجي يعمل كل شغله ويروح ويجي بعد كده واحد تاني ويجي واحد تاني والى ذلك. الموضوع يعني برضو في مانوفر في الوقت صعب شويه. الحكايه دي هي اللي بتوفر لك امكانيه انك في الاخر توصل ان كل لاعب يعمل، كل لاعب ماشي على التراك بتاعه، كل لاعب يقدر ينفذ التراك. لو تعارضت المواعيد انت عليك ان انت توفر المواعيد. يعني احنا عندنا في الدرجه الاولى اثنين مدربين يعني من احسن مدربين في مصر وافريقيا، الدكتور كريم علي وكابتن عادل ربيع، وهم الحقيقه يعني عندهم خبره كبيره جدا. الدكتور كريم يعني علي بطل النادي الاهلي سنين طويله وبطل افريقيا وبطل مصر وعلى مستوى العالمي، مدرب منتخب مصر، فالراجل عارف كيف يعد المرحله السنيه دي كبار بالرغم من الظروف والصعوبات اللي موجوده. يعني عندنا اثنين لعيبه مميزين جدا في الثانويه العامه دلوقتي، مين؟ محمد حاتم ومروان محمد، دول لاعبين كويسين جدا وطالعين من المرحله اللي قبل كده الدرجه الثانيه ابطال الجمهوريه، اصطدمنا بجزئيه الثانويه العامه دلوقتي ودروسهم، فبتضطر ان انت في اوقات مناسبه ليهم تدور على اوقات مناسبه ليهم، وتدور على كمان جرعات تدريبيه، يعني لو مثلا انا عندي طول اليوم كذا دراسه وبتاع وبعدين جاي لك في اخر النهار، يبقى لازم هنا شده التدريب وكميه التدريب تبقى قليله. صحيح. لو هو هيجي لي في اول عشان اليوم عشان حتى ما يتصابش مني وعشان يستفاد في نفس الوقت. بالظبط كده. لو هو هيجي لي في اول يوم بالنهار او الدنيا لسه مجهوده كبير فبتدي له جرعه تدريبيه كبيره. فانت بقى هنا بتعمل مناورات. بس مدربين كبار واكيد هم بيدرسوها. بس خليني برضو عايز اجي لحضرتك في حته ايه؟ الاولمبيات واستعداداتنا، وامتى يكون عندنا بطل زي الابطال اللي بنشوفهم في الصين والبرازيل، الابطال دي ازاي نقدر نشوفهم؟ بس خلينا نعرف اجابه من حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا عن الجمباز. فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي وعميد كليه التربيه الرياضيه بالهرم سابقا. دكتور، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل امتى هنشوف عندنا بطل اولمبي في الجمباز، خاصه ان عندنا طبعا فرح سيد لعيبه مميزة جدا وحققت انجازات. هل هيجي اليوم ان نلاقي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بيعد بطل اولمبي او طلع من عنده بطل اولمبي في القريب العاجل مثلا؟ طبعا هو اعداد البطل الاولمبي ما بيبتديش من المرحله السنيه الكبيره كده، يعني ما تجيش تاخد من لعيب، لا انت لازم ترجع لورا على الاقل. اعداد البطل الاولمبي ده بيحتاج شغل في حدود الثمان سنين، يعني اذا كنت عايز تدور على لاعب هيلعب دوره اولمبيه يبقى تدور على 8 سنين قبل الميعاد اللي انت عايزه. طب مثلا الاعمار اللاعبين بتبقى متوسطه كام في الالعاب الاولمبيه؟ انا اعرف انهم بيبقوا صغيرين 18 سنه 19 سنه صح ولا؟ ما هو في المرحله دي يبقى انت لازم تبتدي من 11 سنه مثلا. بالظبط كده، من 10 سنين بالظبط. طب احنا يعني فرح اخباره ايه؟ هل انا سامع ان برضه عندها احتمالات تتاهل للاولمبياد طوكيو، هل الكلام ده صح؟ فرح سيد لاعبه مميزه جدا، موجوده في المنتخب بتعد بشكل كويس جدا، برضه تأثرت بالتوقف، خلي بالك التوقف يعني فيروس كورونا عمل توقف كتير، وكمان كانت في الثانويه العامه فبتبذل مجهود كبير جدا. نتمنى ان شاء الله انها توفق في اللي جاي. التأهل طريقه ايه يا كابتن؟ التأهل للأولمبياد طريقه ايه بالنسبه لفرح؟ التأهل للأولمبياد انت بتتأهل طبعا عن افريقيا، لينا نسبه من اللاعبين في افريقيا بالنسبه للأولمبياد. في بطولة افريقيا بتبقى في بطولة افريقيا طبعا هتتعمل؟ والله كله بقى الصوره لسه مش واضحه، يعني
لكن انت في الاخر عليك تشتغل تبقى جاهز. لان بالظبط كده، لان لسه برضو الامور كلها من بعد عوده كورونا لسه الدنيا مفيش حاجه واضحه، مش واضحه كتير. لكن هو عمليه الاعداد ان لاعب الجمباز لازم يفضل جاهز على طول وتبني على كل خطوه بياخدها. صحيح. يعني انت مثلا ايه بتفكر ان لاعب الجمباز مثلا لو ليه سكور معين بيجيبه، لازم كل تخطيطك ان السنه دي الموسم ده السكور ده هيطلع قد ايه؟ قد كذا، بتشتغل على التارجت ده. السنه اللي بعدها السكور ده يطلع قد ايه؟ فانت بتفضل تفكر في رفع السكور ده عشان توصله، انه لانك عارف السكور اللي موجود في الاولمبياد او عارف السكور اللي في افريقيا وعارف السكور في افريقيا. فانت المساله برضو هنا بتتحسب بالورقه والقلم. اللعيب بتاعي والسكور ده بقى بيجي منين؟ شغل وتفاصيل صغيره بالمدرب بيجي من الجمله الحركيه اللي البنت بتعملها ليها قيمه، الخصومات اللي موجوده عند البنت في الاداء ليها قيمه، فانت بتحاول تعلي ده وتعلي بالظبط كده، تعلي من قيمه الصعوبات اللي عندها وقيمه الجمله بحيث الجمله تعلى والخصومات تقل، يبقى السكور النهائي بتاعها ايه؟ كلام ممتاز. يعني ده بقى انت بتحطه وتحط ايه المقارنه بقى مع المنافسين، المنافسين في افريقيا والمنافسين في العالم. الدول اللي بينافسونا في افريقيا يا كابتن، عندك شمال افريقيا طبعا دي دايما هي مغرب الجزائر تونس عندهم يعني عندهم متقدم. عندك جنوب افريقيا بعض زيمبابوي برضو زيمبابوي بتطلع نيجيريا برضو احيانا تخش. لكن هو لان بص اللي بيتقال افريقيا واحد فالمنافسه بتبقى قويه جدا. وبعدين شمال افريقيا عندهم ميزه متوفره حته الاحتكاك الاوروبي، يعني هم فرنسا على طول، يعني فرنسا بالظبط معسكراتهم كتير عندهم بروتوكولات. طب يا دكتور يعني يمكن دي صور فرح. كان دكتور ايهاب امين صرح رئيس الاتحاد صرح تصريح كده قال انه النادي الاهلي يستطيع استضافه يعني بطولات عالميه في الجمباز، خاصه ان احنا عندنا البنيه التحتيه اللي كنا عرضناها على الساده المشاهدين، وهي صاله الجمباز طبعا بالنادي الاهلي. هل شايف الكلام ده يعني في جزء كبير من الصح؟ هو طبعا اما تيجي تعمل صاله، صالات التدريب حاجه في الجمباز غير صالات البطولات. تمام. دي ليها مواصفات ومقاييس ودي ليها مواصفات. كلام صحيح. فالشيء الطبيعي ان انت كنادي بتدرب فرقك لازم تعمل صاله تدريب، فالصاله دي موجود فيها مواصفات هي خاصه بالتدريب. تمام. مش ملعب خاص بالبطولات. تمام. لان البطولات تشترط مقاييس معينه للاجهزه. صحيح. مساحات معينه بعيد عن الاجهزه، اماكن معينه لجلوس الحكام، اماكن معينه لجلوس المتفرجين، التوقيتات والميوزك اللي بتلعب والحاجات دي بالظبط كده ليها بنيه تحتيه ثانيه مختلفه تماما خالص. صحيح. لما احنا جينا نفكر في انشاء الصاله طبعا كان التفكير الاصلي انك تدريب، صاله تدريب، انا عايز اتمرن عايز اتدرب. بعد كده الملعب الخارجي ده بقى ممكن توفره بشكل او اخر في مكان تاني. لكن الصاله اللي اتعملت هي اتصممت على انها صاله تدريب على اعلى مستوى. وعندنا في مصر يا كابتن يعني صالات او بنيه تحتيه تؤهلنا في مصر ان احنا نستضيف احدى البطولات الكبيره في الجمباز؟ والله هو اتحاد الجمباز يعني حسب متابعتنا ليه هو بيسعى جاهدا انه يعمل صاله خاصه بيه تبقى كويسه جدا. ياريت. لان البنيه التحتيه فعلا في مجال صالات الجمباز الخاصه بالبطولات قليله وصعبه ومكلفه، لان انت النهارده ما بتصرف على صاله زي بتاعتنا في النادي الاهلي للتدريب مش هيقدر الاتحاد يعملها طبعا، لازم دعم. دي انت بتتدرب بس، لو انا عملت صاله بطولات مش هتستفيد منها كل يوم، يعني انت مقفوله البطولات بس هتبقى ممكن يتمرن عليها المنتخب والمنتخب يعني يجرب نفسه عليها. هو الاتحاد دلوقتي بيفكر في الفكره دي انه يوجد صاله فرصه، لان احنا عندنا ثوره يعني انشائيه ضخمه في البنيه التحتيه. شفنا في العاصمه الاداريه عندنا قريه اولمبيه كامله بتتلعب، يعني سوري بتتبني، وشفنا الصور من هناك. فدي فرصه ان الاتحاد يطالب بحاجه زي كده، ده وقتها انها تتعمل، يبقى عندنا بنيه تحتيه في هو حقيقه الاتحاد بيسعى الى انه يعمل يوفر دي، في نفس الوقت تقدر بقى تستضيف بطولات عربيه وافريقيه وعالميه، تقدر تعمل لقاءات دوليه وديه، تقدر تعمل بطولات يعني اقليميه، وتقدر في احتكاكات حطك على الخريطه، لان الاحتكاك اصله مش لازم انت تسافر بره، يعني انت ممكن تعمل بطوله دوليه قويه وتجيب فرق، يبقى بالتكلفه والمجهود والسفر اريح لك. طب كابتن خليني انت حضرتك قلت عندي 300 لاعب موجودين عندي في الجمباز لاعب مش طب الاكاديميات عندك اظن اضعاف الرقم ده كده. هو احنا بس عندنا نوعين من الاكاديميات، عندنا اكاديميات مرتبطه بقطاع المدارس التعليمي، وعندنا حاجه هي مختلفه شويه في النادي عن ان الاكاديميات المرتبطه بالفرق. يعني ايه الاكاديميات؟ اللعبه الوحيده اللي عندكم الموضوع الاكاديميات المرتبطه بالفرق. هقول لك القصه ماشيه ازاي. اتفضل. احنا طبعا عندنا عدد بنختبره كبير، في الاخر السقف بتاعنا لما تيجي تختار 12 لاعب
صحيح. طب في ولاد وبنات تانيين كويسين ممكن يبقوا كويسين عندهم فرصه. طب انا عندي الفول كاباسيتي بتاعتي لحد الاقصى 12. طب الباقي هوديهم فين؟ الباقي هيروحوا فين؟ فالباقي دول بيروحوا بقى اكاديميات خاصه بره، بيروحوا اماكن تانيه. فمجلس الاداره مشكورا احنا عرضنا عليه فكره ان احنا نعمل فريق تاني موازي او اكاديميه تانيه، اكاديميه ان انا ما اخسرش الولاد، ان انا ما اخسرش دول. تمام. ويبقى عندي قاعدة. فرصه ان انت اذا حصل يعني لاعبين توقفت او حصل حاجه استعين اللي يبقى عندك عدد كبير. فاصبح في فريق للنادي الاهلي والاكاديميه لنفس المرحله السنيه، اصبح في فرقتين موجودين. تمام. والاثنين دي كويس للمنافسه، يعني الاثنين في منافسه. طبعا. وفي نظام اقره مجلس اداره كمان لاعبين الاكاديميات ممكن يخشوا بيها الفرق، يعني يبقى لي الحق ان يخش الفريق. والحقيقه دي عمليه الاتحاد بيسمح مهمه جدا. هو في الاتحاد بقى احنا في الاخر لما نروح نسجل كل دول بيلعبوا اسم نادي الاهلي. يعني احنا داخليا عمليه تنظيميه جوه عندنا، انما في الاتحاد ملوش لكن علاقة. الاتحاد انا ببعت له اقول له سجل ده، عندي 12 في الفريق و12 في الاكاديميه، بقول له عندي 24 لاعب باسم نادي الاهلي بس عندي تنظيميا انا مقسمهم 12. تنظيميا انا عندي مقسمهم 12 و12 ودول يعني برنامج التدريبي واحد عشان تبقى عارف. تمام. وفي كتير من الاحيان المدرب اللي بيدرب هنا بيدرب هنا، فعارف الدنيا فالدنيا فيها ايه. ساعات بيطلع تصعيد وممكن لاعب مثلا توقف او مستواه هبط بيتنزلوا مع الاكاديميه الثانيه عشان يشتغل. ممكن. وده النظام اللي موجود في اكاديميه الجمباز، وهو بيدخلك لاعبين اكتر. يعني خلي بالك لما يبقى مثلا في مرحله السبع سنين او الثمان سنين 24 ولد وبنت، انت هتيجي في وقت معين في مرحله فوق هتبقى محتاج انك تختار مثلا 8 لاعبين بس في مرحله بقى اللي هي الدرجه الثانيه او الاولى، عايز 8 لاعبين بس. فلما بتختارهم من ال 24 دول اكيد احسن ما تختار من 12. صحيح. يعني القاعده برضو في عمليه الاختيار كل ما القاعده بتكبر بالظبط كل ما بتلاقي عندك اختيار. طب انت مواعيد بدايه الاختبارات ليك امتى يا دكتور؟ يعني انت كجمباز عشان لو حد بيتفرج علينا من اعضاء الجمعيه العموميه، يعني شهر كام بتبتدي تستقبل اللاعبين واللاعبات الجدد؟ انا في العادي ان احنا بنعمل الاختبارات دي في منطقه اجازه نص السنه، يعني يناير اول فبراير. ليه؟ عشان اللي هتختارهم تقدر تعدهم في برنامج يستمر على الاقل 8 شهور على الصيف الجديد مثلا، على تعدي بيهم الصيف. أوه. وتقدر تلعب بطولاتنا اللي متوقع مثلا بتكون في شهر 10. فانت بتختار في ضوء المسافه بتاعه الايه البطولات. انت عايز 8 شهور حد ادنى من 8 ل 10، فانت بتختار في يناير تقعد تدرب كل الفتره دي، يبقى انت جاهز تستعد للبطولات. طب دكتور قول لي، يعني انا والله الوقت مش عايزه يخلص بصراحه دكتور، بس يعني قول لي طموحاتك ايه؟ يعني ايه اللي حضرتك يعني تطمح اليه في الفتره او بتخطط له في الفتره القريبه؟ احنا طبعا سقف الطموحات عندنا في النادي الاهلي لازم يكون كبير. صح طبعا. لان طموحات النادي الاهلي كبيره، هي طموحات كبيره في كل المجالات. فطموحاتنا كبيره، طموحاتنا ان احنا نكسب كل البطولات، طموحاتنا ان احنا نسيطر على المنتخبات وندي المنتخبات اكبر عدد من اللاعبين، طموحاتنا ان احنا نجهز لاعبين يقدروا ينافسوا على الميداليات العالميه والاولمبيه. ما شاء الله. وده عايز اعداد طويل وعايز نظام مختلف خالص. طموحاتنا ان احنا نعمل منظومه متكامله. بس انت لها يا دكتور. ربنا يخليك. انت لها. والحقيقه يا دكتور انا سعيد جدا والله، يعني كلام حضرتك يعني جامع ما بين الشق الفني والشق الاكاديمي، وانا سعيد جدا بحضرتك يا دكتور. يعني حضرتك نورتيني وشرفتيني، وللاسف يعني وقت البرنامج عدى سريعا مع حضرتك. دكتور محمد فؤاد حبيب رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي وعميد كليه التربيه الرياضيه السابق بالهرم، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا دكتور. شكرا كابتن هيثم، ونتمنى ان شاء الله حضرتك تشرفنا تاني باذن الله، ومش هيبقى اخر لقاء، اوعدك باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، هذا كان لقاءنا مع دكتور محمد فؤاد حبيب رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي.